ازيكم عاملين ايه؟ ورجعت لكم باكله جديده من بيت العيله واكلات نرمين. اكلتنا النهارده زي ما احنا متعودين سهله جدا بسيطه خالص، واي حد فينا يقدر يقوم يحضرها بمنتهى السهوله ومنتهى البساطه في الجو التلج ده. جو النهارده تلج تلج تلج، طبعا نحمد ربنا على كل حال. هنعمل غدا سريع او عشاء سريع جدا جدا ومش مكلف خالص، يعني بربع كيلو لحمه مفرومه عملنا عشاء قد ايه ياكل ممكن 6-7 افراد. طريقة سهلة بسيطة جدا جدا. طبعا انتوا عايزين تعرفوا انا عملت ايه ده كله بالربع كيلو لحمة مفرومة. بس في بداية الفيديو افكركم باللايك والشير والسبسكرايب، اذا انتوا جداد على قناة بيت العيلة واكلات نرمين متنسوش تنزلوا تحت تشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس عشان كل ما اعمل وصفة جديدة توصل لحضراتكم. وزي ما قلتلكم اذا انتوا جداد على القناة اعملوا اشتراك، القناة فيها حاجات حلوة جدا هتعجب حضراتكم باذن ربنا. تعالوا بقى مع بعض نشوف ايه الاكلة الغداء او العشاء اللي عملناه بربع كيلو لحمة مفرومة بس. يلا بينا. زي ما حضراتكم شايفين معانا كيلو بطاطس على النار هنسلقه. عايزه تقطعيها قطعيها، عايزه تملاها سليمه كده مفيش اي مشكله، اغسليها وحطيها في ميه وحطيها على بوتاجاز تتسلق بس تسلقيها كويس جدا. معايا بصلايه بصلايه هبشرها كويس وبعد هسيبها بميتها بكل حاجه. معانا المقادير، معانا لحمه مفرومه، معانا 2 بيضه اي بيض تفضلوه، معانا ربطه بقدونس، معانا ربع فنجان زيت، التوابل بتاعتنا توم باودر، بصل باودر، جوز الطيب، بابريكا، فلفل اسمر، كمون، ملح حسب الرغبه، ومعانا اللحمه بتاعتنا. تمام، هحط بقى شويه ملح زي ما حضراتكم شايفين كده، الملح على حسب الرغبه. هحط ربع فنجان زيت وهنزل بنص كميه البقدونس، دي ربطه بقدونس، هنزل بالنص والنص التاني هشيله هتعرفوا ليه دلوقتي. هنزل بالبصلايه المبشوره، ما عندكيش مبشره ممكن تقطعيها مكعبات صغنونه قوي قوي على قد ما تقدري. التوابل بتاعتي هقلبها كلها على بعضها كده وهاخد نصها والنص التاني هشيله عشان عايزاه برده زي ما اتفقنا. التوابل بتاعتنا فلفل اسمر، كمون، ملح، بابريكا، جوز الطيب، ورق لوري، حبهان، التوابل اللي متوفره عندك بتاعه اللحمه، لو ان شاء الله يا رب بس فلفل اسود وملح مفيش اي مشكله عادي. وهكسر بيضتين زي ما انتم شايفين كده، لو بيض احمر اكتفي ببيضه واحده، انما ده بيض بلدي فالبيضه صغنونه جدا. هجيب معلقه طبعا عشان جيت اعمل بايدي بصراحه اشمئزيت من شكل البيضه، فاروح اجيب معلقه واجي همسك الكلام ده كله بقى اقلبه كويس قوي. الاكله سهله جدا بسيطه خالص خالص وتحضريها بسرعه، يعني مش هتاخدي وقت في وقت فيتك في المطبخ في التلج ده. طبعا المعلقه لقيتها مش عامله معايا نتيجه بايدي، همسك بقى ايدي واعجن بقى عجني قوي، عجني الكلام ده كله كويس جدا. في الوقت ده الفرن بتاعي قايد انا عايزاه يسخن قوي. معايا صينيه هدهنها زيت دهنه بسيطه كده، هبتدي بقى اصبع الكفته بتاعتي صوابع زي ما تحبي بقى، حاجة ما حبة صباع صغنن حبات يحين براحتك، دي في ايديك انت يعني زي ما تحبي الحجم اللي تحبيه اشتغلي بيه. اهو جو تلج الواحد مش قادر يتكلم اصلا، تحس الجو صعب يعني ايه ده، خلاص قربنا نتجمد. هعمل طبعا الكمية كلها صوابع، ما ننساش طبعا الفرن بتاعنا يكون قايد قبلها عشان يسخن جدا، لازم الفرن يبقى سخن جدا عشان انا هشويها في الفرن. ممكن تستبدلوا حتة ان هي تتشوي في الفرن كده، تجيبي طاسة على البوتاجاز وتحطي فيها شوية زيت مش كتير يعني وتقلي الكفتة، يعني تاخد وش تحميرة من الوش الاول بعد كده تقلبيها على الوش التاني. الطريقة دي او الطريقة دي اللي تريحك ممكن تعمليها، بس انا كنت حابه ايد الفرن عشان يدفي الشقه يعني في الجو التلج ده. حابه تكتري كميه اللحمه، حابه تكتري كميه البطاطس براحتك، انا كده عملت الكميه كلها هدخلها بقى ايه الفرن. انا مش عايزاها تنشف يعني، يا دوبك بس لون اللحمه المفرومه يتغير لان لسه تاني ليها بقيه تانية. البطاطس بتاعتي اتسلقت وقشرتها، هبتدي بقى اهرسها كويس جدا، يعني بصي الخطوه دي لو عملتيها مظبوطه هتاخدي نتيجه سليمه، ما عملتيهاش مظبوطه
ممكن الاكله تبوظ معاكي. اهرسيها كويس جدا، سواء عندك هراسه زي كده بالكهرباء، ما عندكيش بشوكه، المهم تهرسيها كويس قوي. يعني هرسي لما بصي تبقى عامله معاكي زي العجينه اهو. بصوا اهرسوها كويس جدا اهو، يعني ما تزهقوش، واللي هو شوية كده وتقولي مش مشكلة خلاص، لا، اهم حاجة تهرسيها كويس كده. خلاص هرسناها كويس، معانا بقى بقية التوابل اللي فاضت مننا على بقية البقدونس. هحطهم على البطاطس، طبعا الملح حسب الرغبة، حابة تحطي شطة حطي، ميكس جبن، جبنة شيدر عندك ماشي، عندك جبنة موتزاريلا ماشي، اي نوع جبن. حط معلقتين نشا كده حلوين، دي بالمعلقه الصغننه على اساس ان ده كيلو بطاطس، انما لو اكتر هتكتري. وحط كده معلقتين ثلاثه بقسماط، اللي هو لو عندك بقسماط فايض ممكن تطحنيهم وتحطيهم، ما عندكيش هاتي ربع كيلو من عند العطار. هحط بقيه التوابل، هحط البقدونس، وهنزل بالميكس الجبن، اي جبن متوفره عندك، لو ما عندكيش جبن مش مشكله. وهبتدي بقى اعجن الكلام ده كله كويس جدا، بحيث ادخل كل حاجه في بعضها، ما ننساش الملح، ولو حابين شطه حطوا شطه. تمام كده اهو، المعلقه طبعا مش نافعه، هنضف المعلقه وبعدين بقى ايه اشتغل بايدي. احنا عارفين ان ايدينا بتبقى نظيفه وبنغسلها بدل مره مليون مره في اليوم. بصوا انا عملت البطاطس بقت عامله زي العجينه ازاي اهي. بصوا انا بمسكها كده لقيتها متماسكه مش بتفك، يعني القوام بتاعها مظبوط معايا. برضو دي هتبقى في ايدك انت، حسيتيها سايحه منك كده ممكن تزوديها شويه نشا او شويه بقسماط. معايا برضو صينيه او اي حاجه يعني، عشان انا هصبع بقى وارص فيها يعني اللحمه المفرومه. استوت خلاص وطلعتها من الفرن، فضيتها من الصينيه. هبتدي بقى بصوا هنعمل ايه بقى. هناخد طبعا حتة بطاطس ونعملها بالمنظر ده، وناخد جواها صباع كفتة او نص صباع اللي يريحك. حابة تقطعي الصباع اتنين بالطول كده بسكينة عشان تعمل معاكي كمية اكتر، حلوة الفكرة دي ممكن تعملوها. هحط الصباع بالمنظر ده واقفل عليه كده اهو. زي ما قلتلك انت ممكن لو انا عاملة مثلا 8 او 7 صوابع انت ممكن تخليهم الضعف بالسكينة زي ما قلتلك، وتقطعي كل صباع اتنين بالطول، هيعمل معاكي كمية اكتر، بتبقى حلوة جدا بعد ما تتغدوا او تتعشوا، ولو فاض منها ينفع الولاد يفطروا بيها الصبح اهو. بصوا الطريقة سهلة جدا بسيطة خالص، تقدروا تحضروها بطريقة بمنتهى السهولة وبمنتهى البساطة. يعني تغيير وافكار جديدة نقدر، يعني الحاجات دي بتبقى موجودة في المطاعم وولادنا بيشوفوها وبيبقوا عايزينها، طب انا اعملها لهم في البيت. لو عندك بقى ابنك بيروح الحضانة ولا حاجة ممكن تحطي له واحدتين في اللانش بوكس بتاعته، حلوة جدا مع شوية عصير برتقان، احنا في موسم البرتقان والسفندي مالين الدنيا، تعملي له شوية عصير برتقان كده معاها، يا سلام وجبة كاملة متكاملة. تبتدي تقفلوا عليها كده، قفلي عليها كويس جدا وظبطي بقى شكلها. طبعا انا كده قربت اخلص، يعني فاضل كام كوره مع كام صباع معايا، فهروح بقى في الوقت ده. يعني رحت قيت البوتاجاز وحطيت الطاسه عشان تسخن كويس، لازم الطاسه بتاعتي والزيت يكونوا سخنين جدا عشان اخلص واحط على طول، يعني ما اخدش وقت. اذا الفيديو عجبكم ما تنسوش اللايك وتعملوا مشاركه لاصحابكم ومعارفكم، يعني استفيدوا وفيدوا غيركم، يعني عشان اكبر كم من الناس تستفيد من الوصفه. الجو ده جو نوم، مش جو وقفة في المطبخ ولا اكل خالص.
خلصنا خلاص الكمية كلها، يدوبك البطاطس على قد الكفتة، الصباع الصغنون ده يعني دي الجور تاكله دلوقتي اهو. بصوا شكلها حلو جدا، ممكن تاكلوها كده يعني، كل حاجة فيها مستوية مش محتاجة يعني تكمل سوا. هجيب طبق هحط فيه بقى شوية بقسماط، زي ما قلتلك تجيبيه من عند العطار بقسماط ربع كيلو بقسماط، او لو عندك بقسماط تفرميه، ودول معلقتين فيجيتار، وهحط معلقة نشا. انا حطيت معلقتين فيجيتار عشان ايه هم فيهم ملح وشطتهم وكل حاجة، بس لو مفيش فيجيتار وبقسماط بس انت هتظبطي الملح وشطة فلفل اسود كمون يعني، تبلي البقسماط. وهكسر بيضتين تلاتة، زي ما قلت لكم ده بيض بلدي فصغير، لو بيض من الاحمر استكفي بيضتين بس هيبقوا حلوين جدا يعني، لان التلات بيضات كانوا كتير، فممكن نستكفي ببيضتين من اللي هما الاحمر او بيضة واحدة، ولو عزنا نعمل تاني. هربهم كويس جدا جدا بشوية فلفل اسمر عشان الزفارة. هبتدي بقى اخد البطاطس زي ما انتوا شايفين كده اللي محشية الكفتة، احطها في في البيض، وبعد البيض ارجعها احطها في البقسماط. لو حابين تعملوا الخطوة دي مرة كمان مفيش مشكلة، لو انتوا عايزين الكفر يبقى اتخن من كده يعني، سواء انا استكفيت بمرة واحدة كفاية، انما انتوا لو حابين الكفر بتاعها تخين شوية ممكن بعد ما تعملوا الحركة البقسماط ترجعوه في البيض وبعدين ترجعوا للبقسماط تاني، هتبقى اتخن معاكم. وزي ما قلت لكم في الوقت ده انا هتتصل على البوتاجاز عشان تسخن كويس جدا جدا بالزيت اللي فيها، لازم تكون سخنه قوي عشان انا عايزاها تنزل تاخد لون، لان هو اوريدي كل حاجه فيها مستويه فمش محتاجه تقعد وقت على البوتاجاز. هروح بقى زي ما قلت لكم الزيت، انا مش كميه زيت كتير يعني، كميه صغنونه جدا اهو، وتاخد وش من الناحيه دي ووش من الناحيه دي وخلاص طلعي. يعني ما كملتش يا دوبك يعني دقيقتين ثلاثة بكتير قوي. بصوا اول ما ابتدت تحمر كده من تحت يعني انتوا شايفين اهو، هبتدي بقى ايه اقلبها، بس خليكي حذرة وانتي بتقلبيها عشان ما تتهريش منك. بس هوسع كده واجيب الباقي ارصه، لان المفروض الاربع صوابع دول هطلعهم كده خلاص. بص شكلها عامل ازاي، حابه تقللي السوا عن كده شويه ماشي، حابه تزودي عن كده يعني تحبيها اكتر من كده ماشي، اللي يريحك يعني، درجه اللون دي في ايدك انتي. شكلها جميل، ريحتها حلوة جدا جدا، طعمها كان رائع بصراحة. بصوا شكلها، خلصنا الكمية كلها اهو. طبعا زي ما حضراتكم شفتوا في الفيديو عملنا بربع كيلو لحمة مفرومة قد ايه، وممكن تعمل اكتر لو قللنا كميه اللحمه في البطاطس وكيلو بطاطس، يعني ربع كيلو لحمه مفرومه وكيلو بطاطس يعشي عيله مكونه من 6 7 افراد. حلوه جدا، موفره، اللي يخليني اجيب اي اكل هايف عبيط ملوش اي لازمه اصرف فيه 50 جنيه مثلا بالميت كده، يوم ما نقول احنا عدينا اليوم ممكن نصرف فيه 50 جنيه او اقل. طب انا هجيب ربع كيلو لحمه زي ما هتجيبيه بقى ب25 ب30، وجيبي كيلو بطاطس هتعملي الوليمه دي كلها، والله هي بلاش، حلوه جدا. حابه بقى تكتري حابه تقللي دي في ايدك انت، بالاخص بقى لو عندك اطفال صغيره هتبقى حلوه جدا جدا جدا، ولو ايام مدارس تبقى حلوتين طبعا، ولادك ياخدوا معاهم هم نازلين اوفر كتير من ما تنزلي تجيبي فينو وتنزلي تجيبي لانشون وتنزلي تجيبي جبنه، هتصرفي لك برده عايزه اقول لك مش اقل من 20 30 جنيه الصبح في الفطار،
طب انا ليه، انا هعمل كميه وانت هتاكلي، اي حد موجود في البيت هياكل، حلوه وموفره ومش بالكميه. صدقوني زي ما قلت لكم، طول ما احنا من جوانا رضا ربنا بيبارك في القليل. يعني بربع كيلو لحم عملنا اكل قد كده، بس كده. تعالوا بقى مع بعض نشوف ايه اللي احنا عملناه ده. انا هاخد الاول حط كاتشب هنا، اكل بايدينا عادي، بس انا يعني حابه يعني اوريكم بقى جو المطاعم والكلام ده كله. بصوا يعني انا بشوفهم في المطعم بيعملوا كده. شمر بيعملوا كده، صح يا سوكا جوجو؟ بصوا يا جماعه، جو مطاعم ده ولا مش جو مطاعم اهو. ونجيب طبعا، اخد اي واحده، ممكن اخد دي بس دي هتبقى سخنه جدا، مش مشكله. وهنحطها هنا. اتفضلوا، عملنا طبق تحفه. تعالوا بقى نقطعه زي ما احنا متعودين، السكينه في ايدينا اليمين والشوكه في ايدينا الشمال. تمام، هندوق بقى. يلا. واو، بصوا الجبنه، بصوا حد جعان يا جماعه، الاكل عمال يقع مني. انت جعانه يا سوسه؟ لا يا جوجو. اقعدي بقى وهي تقع. مش عايزه احلف ومش عايزه اتكلم بجد، تندموا كتير لو ما جربتهاش. هتعجبكم قوي قوي قوي. ولو عندك ولاد بقى، عايزه اقول لك هتعجب ولادي جدا جدا. انا كنت احمر بطاطس، قلت احمر بطاطس وشويه سلطه وكده، قلت لا اعمل تاخد حته دولك. انا عامل كل شيء قاعد عمال يبص لي وانا باكل. تاخد حته يا دوله. مش عارفه ايه الرجاله اللي بتبص للستات وهي بتاكل دي. انا تعبانه وشقيانه. انتي ناوية تخلصيها؟ خلصها كلها كلها. عايزة اقول لكم يا جماعة بجد طعمها تحفة، طعمها رائع. بجد طعمها تحفة تحفة تحفة. اتمنى من كل قلبي تكون الوصفه نالت رضاكم وعجبتكم، واتمنى برضو اكتر ان انتوا تجربوها، بجد هتعجبكم جدا جدا وتغيير. واذا جربتوا الوصفه وعجبتكم بألف مليون هنا وشفا على قلوبكم، واشوفكم في اكله جديده من بيت العيله واكلات نرمين. وباي باي.